كيف يعلم الأب أبناءه التوحيد؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعلمهم التوحيد كما يعلمهم غيره من أمور الدين. ومن أحسن ما يكون في هذا الباب كتاب 3 أصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. إذا حفظوها عن ظهر قلب وشرح لهم معناها على الوجه المناسب لأفهامهم وعقولهم صار في هذا خير كثير، لأنها مبنية على السؤال والجواب وبعبارة واضحة سهلة ليس فيها تعقيد. ثم نريهم من آيات الله ليطبق ما ذكر في هذا الكتاب الصغير. الشمس يقول من اللي جاء بها، القمر، النجوم، الليل، النهار، ويقول لهم الشمس من اللي جاء بها؟ الله. القمر الله، الليل الله، النهار الله، كلها جاء بها الله عز وجل، حتى يسقي بذلك شجرة الفطرة، لأن الإنسان بنفسه مفطور على توحيد الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكذلك يعلمهم الوضوء، كيف يتوضؤون بالفعل، نقول وضوء هكذا ويتوضأ أمامهم. وكذلك الصلاة، مع الاستعانة بالله تعالى وسؤاله عز وجل الهداية لهم. وأن يتجنب أمامهم كل قول مخالف للأخلاق أو كل فعل محرم، فلا يعودهم الكذب ولا الخيانة ولا سفاسف الأخلاق، حتى وإن كان مبتلا بها، كما لو كان مبتلا بشرب الدخان فلا يشربه أمامهم، لأنهم يتعودون ذلك ويهون عليه. وليعلم أن كل صاحب بيت مسؤول عن أهل بيته، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولا يكون وقايتنا إياهم النار إلا إذا عودناهم على الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكد ذلك في قوله: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وليعلم الأب أن صلاحهم مصلحة له في الدنيا والآخرة، فإن أقرب الناس إلى آبائهم وأمهاتهم هم الأولاد الصالحون من ذكور وإناث. وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا آمين على ما حملنا من الأمانة والمسؤولية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ. هذا السائل استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة، بقي له هذا السؤال ويسأل يقول: